استاذ ممدوح، راينا حضرتك اليوم وانت نازل امام النائب العام، وسمعنا خبر تسريب خبر بالافراج عن اقدم سجين سياسي وهو الشيخ محمد الاسواني، فما صحه هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت قدمت للنائب العام بطلب للعفو الصحي الافراج الصحي عن محمد محمود صالح الاسواني، والنائب العام اتخذ اجراءات واحاله للمحامي العام لرعايه المسجونين، وفي اجراءات تم اتخاذها بحالته للطب الشرعي لاعداد تقرير، وبعض الاجراءات خارت وقتها. المساله هي في من حق النائب العام في مساله الافراج والعفو الصحي يعني. فطول الاجراءات بان اكثر من اسبوعين في هذه المساله، كان في طلبات اتقدمت ايضا بين شهور. فالنهارده كان في لقاء مع السيد نائب العام مجيد محمود، فالرجل مشكور وعدني النهارده ان هو هيصدر القرار يعني اليوم بالعفو الصحي عن محمد محمود صالح الاسواني. لان محمد محمود صالح الاسواني اقدم سجين في مصر موجود منذ عام 81، وللاسف الشديد ومن الاشياء المحزنه ان هو مريض بعده امراض، منها شلل نصفي، عنده جلطة أصابته في شلل نصفي في نصف جسده تماما ما بيتحركش، عنده أمراض الكلى والكبد والقلب، وعنده قرحة فراش، وعنده تبول أراضي، يعني مجموعة من الأمراض لا يستحيل مع الإنسان يعيش في حياة عادية فضلا أنه يعيش في سجن بهذه الأمراض. ونحن نأمل إن شاء الله بإذن الله تبارك أن يتم الإفراج عنه خلال الأيام القادمة، والله المستعان يعني. لان وقعت استمرار حبس الاسواني في مساله لافته جدا، ان تم الافراج عن وقائع مشابهه قانونيا، زي وقائع مش مشابهه من ناحيه الافراج الصحي، من ناحيه الافراج القانوني، تطبيق نصف المده بقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه. يعني عندنا الافراج عن الشيخ عبد الزمر، الافراج عن انور عكاشه، الافراج عن نبيل المغربي، كلهم لهم احكام سجن طويله وتم الافراج عنهم بقرار من المجلس الاعلى. الاسواني اعتقد ان المساله يعني اصبحت غير مقبوله مطلقا ان يستمر حبسه بهذه الطريقه، لا من ناحيه القانون ولا من ناحيه العداله ولا من ناحيه الافراج الصحي ولا من اي ناحيه انسانيه، ان يستمر حبسه بعد 30 سنه واصابته بتلك الامراض وبلوغه حوالي 60 سنه داخل السجن. فالمساله اعتقد ان الحسم فيها بالافراج النهارده وبكره هو يعني ابسط شيء يقدم انسانيا للافراج عن محمد الاسواني. يوجد بعض السياسيين محكوم عليهم سياسيا في عهد المخلوع حسني مبارك ينطبق عليهم نصف المده، هل في كلام بالنسبه لهم؟ والله في كلام، وان شاء الله يعني نزف الاخبار بكره باذن الله تبارك وتعالى. في كلام او النهارده او بكره بالكثير قوي عن ان هم يدخلوا ضمن ما اصطلح عليه العفو 23 يوليو. هيتم الافراج عن كثير جدا منهم او معظمهم في 23 يوليو باذن الله تبارك وتعالى. طب هل وارد يتم العفو الشامل العام، حيث انه يوجد بعض من حكم عليهم بالاعدام غيابيا وموجودين في السجون المصريه، وايضا احكام اخرى لم يطبقوا نصف المده ولكن مكثوا في السجون اكثر من 18 عام، هل في نيه لدى السلطات؟ والله نحن نامل ذلك، نتمنى ان يتم. يعني انا بستغرب جدا من النظام المصري، في تونس بعد الثوره تم اصدار عفو شامل عن كل المساجين السياسيين في الداخل وفي الخارج. في الداخل وفي الخارج. وقضي الامر ببساطه شديده جدا. في مصر في تلكؤ، في تباطؤ، في استثناءات، في افراجات عن بعض واستمرار حبس بعض، في ظلم في هذه القضيه. يعني المساله تحتاج الى قرار سريع وحاسم بالعفو الشامل عن كل من صار ضدهم احكام من محاكم استثنائيه ومحاكم عسكريه وايا كانت تلك المحاكم، سواء في مصر او خارج مصر. يعني المساله محتاجه قرار سريع وحاسم، لان من المعلوم ان هذا النظام السابق الفاسد المجرم ظلم هؤلاء سواء بتلفيق التحريات، تلفيق القضايا، او في المحاكم المعينه الاستثنائيه التي اصدرت ضدهم احكام ظالمه. فنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر الخير ويصدر قرار بالعفو الشامل عن كل المساجين السياسيين ايا كانت احكامهم من اعدام او غير ذلك. شكرا استاذ، شكرا.